تبدو مطالب المعلمين الذين بدأوا إضرابا في أول يوم من الفصل الدراسي الثاني للمطالبة بحقوقهم مقبولة وقابلة للتنفيذ، فهم لا ينادون إلا بإصلاح التعليم ووضع التلميذ العراقي والمناهج التي زادت من العبء الملقى على كاهل العائلات العراقية، هذا بالإضافة إلى حماية المعلمين من الاعتداءات من خلال سن قانون يحميهم. نقابة المعلمين في محافظة نينوى أعلنت انضمامها للإضراب لرفع الحيف الذي وقع على المعلم وإعطائه حقه الذي كفله له الدستور والقانون العراقي. لقد أبلغنا وبلغنا السلطات في عراقنا العزيز وبمخاطبات رسمية ومراسلات عديدة للسلطات التشريعية والتنفيذية كافة، وقمنا بفعاليات مختلفة كفلها الدستور والقانون لانتزاع الحقوق. تتضمن جميع الملاكات التربوية في الإضراب لإيصال رسالة حقيقية إصلاحية إلى الحكومة والبرلمان من أجل الانتباه إلى التعليم والانحدار الذي يشهده. هذا الإضراب يشمل جميع محافظات العراق من البصرة الفيحاء إلى الموصل الحدباء، يتضامن الملاكات التربوية والتعليمية من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة التي أقرها القانون والدستور العراقي. هذا إضرابنا اللي إحنا متوكلين عليه من قبل واليوم بدينا به لمدة يومين، لأن هذا الإضراب عندنا عدة شروط من ضمنها شرط حماية قانون حماية المعلم، لأن عدة المعلمين في العراق يتعرضون لعدة إهانات وعدة تعرضات من قبل أهالي ولاء الأمور. وبحسب المعلمين فإن جميع قرى وقصبات محافظة نينوى تعتمد على المحاضرين المجانيين، ولولاهم لأغلقت المدارس أبوابها، لذلك لابد من نيلهم حقوقهم. تثبيت المحاضرين المجانيين، فلولا وجود المحاضرين المجانيين في نينوى، أنا أتكلم عن نينوى، معظم مدارس محافظة نينوى تغلق أبوابها، لأن معظم الكوادر التدريسية حالياً في مدارس خاصة في القرى والأرياف هم من المحاضرين المجانيين. البرلمان العراقي أقر قانون تحويلهم إلى عقود، ويعني مقابل راتب 125,000 دينار. أنا أريد أسأل كل برلماني، مو القدماء، لا هسه هذول جدا القدماء شبعوا، لا نسأل جدا، 125,000 تكفي ابنه مصرف أسبوع؟ والله ما تكفي 125,000، يعني ذا يروح جوز يشتري سلعة صغيرة من السوق يأخذ لفد مليون ونص. زين هذول محاضرين ويجون من الموصل إلى الأقضية والنواحي، مصرف جيب ما تكفيهم، كراوي ما تكفيهم. معلمو العراق يحسون بالحيف الذي وقع ضدهم، فهم أقل فئة من ناحية سلم الرواتب، كما أنهم معرضون للانتهاكات التي تقع ضدهم من قبل بعض أولياء الأمور، ويقف القانون عاجزا عن حمايتهم، وهم الذين تقع على عاتقهم تربية النشأ الجديد. إنها دعوة إلى الحكومة العراقية لإنصاف معلمي العراق.